هاخد بروجكت تاني عشان نرسخ الفكرة بتاعة الموشن توين والشيب توين واستخدامها مع الموفي كليب والسيمب من نوع جرافيك. هنعمل بروجكت الكورة، والمرة دي هنعمل بروجكت الكورة ده عايزين الكورة وهي بتنزل على الأرض تعمل موجات تحتها. هنبتدي نمسك اللير الأولاني ونسميه بول، هو ده الليرز اللي هتبقى فيها الكورة. هبتدي أمسك من هنا الأوفل تول، هبتدي إن أنا أرسم بالشيفت عشان تديني الكرة ايه في الوضع الاستدارة بتاعتها. هبتدي ان انا اعمل عليها جريدينت. الجريدينت ده هنستخدمه قدام، هي طبعا معاها ستروك، انا مش عايز الستروك ده، فهقف من هنا كده واقول له مش عايز ستروك. هبتدي ان انا احط عليها جريدينت. طب تغيير الكرة اللون نفسه، لو عايزين نغير اللون نغير من هنا اللون من تحت الجريدينت. تمام، طبعا هحط عليها الجريدينت. هبتدي ان انا اقفل الكرة دي F8، هقفلها من سيمبل من نوع يا اما موفي كليب يا اما من نوع جرافيك. طبعا هنتكلم عن سيمبل من نوع باتنز دي قريب ان شاء الله. قفلتها من نوع موفي كليب، هبتدي ان انا اخلي الكرة اسجل لها كي فريمات F6، وهبتدي اخلي الكوره تنزل على الارض. بس لو انا عايز الكوره تنزل على الارض كتير، ما اقعدش اسجل الكي فريمات دي من بره، اسجلها من جوه احسن، صح؟ لانه عايز الكوره زي الفراش، زي جناح فراش عايز يتحرك كتير مثلا. يبقى انا هبتدي امسك الكوره كده واخش جواها، وانا جواها كده هقول له هات لي من هنا كده F5، وهات لي الكوره دي تبقى على الارض F6، سوري مش F5، كنترول زد، صح كده، برافو، F6، ونزل الكرة دي على الأرض كده. ممكن استخدم النادج على الكيبورد إن أنا أجيبها تحت، وأجي من هنا أعمل برضو F6، وأخلي الكرة دي تطلع إيه، تطلع لفوق. يبقى أنا عندي دلوقتي الكرة هتبتدي تتحرك من تحت لفوق لو أنا عملت الإيه، الموشن توين. يبقى الكرة هتبتدي تنزل لتحت وبعد كده تطلع ايه، تطلع لفوق وهكذا. تمام، ممكن اخد الكي فريم ده كوبي، اجي من هنا احط بيست، يبقى انا عندي الكي فريم ده حصل فيه ايه بالظبط، لوبينج. لو عملت كنترول انتر هيبقى فيه لوبينج، الكرة عمالة ايه تتنطط. طب ليه احنا كله بس مش هو موفي؟ عشان خاطر اثبت الحركه. يعني هنا لو عملت كوبي من هنا وبيست من هنا كده، يبقى الكوره ما تتهزش، لان انا خدت الكي فريم ذات نفسه حطيته، فما يتحسش فيه هزه، تطلع فوق سنه تنزل لتحت سنه. عشان لو رجع تاني قدام او جديد مثلا، ايوه شوية بيبقى فيه هزه، فاللوبنج يبقى قافلهم مع بعض. طيب دلوقتي هطلع بره، متكررين بقى طبعا، هيبقى متكررين ان هو موف كليب، يعني محتاج من بره كي فريم واحد زي كده وخلص، هو هيشتغل مع نفسه. وبعدين مفروض حاجة من بره، هبتدي اعمل لير جديدة هسميها ويف، هعمل دبل كليك من هنا كده هسميها ويف. على اللير بتاعت الويف هنبتدي نحط اوفر تول، بس المرة دي هتبقى عبارة عن ستروك بدون فل، يعني هديها ستروك كده ومش هديها الفل، خليها نان من هنا كده، وابتدي ارسم من تحت كده واعمل الت على الكيبورد، ارسم دايره كده. تمام، طيب المفروض الدايره دي تبان امتى؟ تبان بعد الفريم 5، لان انا كنت مسجل جوه الموفي كليب، كنت مسجل 5 صح، 5 و10. يبقى اجي من هنا هعمل هنا احط بس كده كي فريمات كتيره F5، F5 لان F6 هيحط لي كي فريمز، انا مش عايز ان انا ادي وقت بس للموفي كليب. طبعا انا مش مديله وقت عشان خاطر هو محتاج وقت، انا بديله وقت عشان خاطر انا لسه حايز من هنا تحت وقت للايد الويفز دي. فهبتدي اخد ده كده واحطه عند 5، فهتبتدي
اول ما هتنزل الكوره هتنزل على الايه، على الشيب ده اللي هو ايه محطوط هنا ده. تعال نخليه كده ايه في السنتر، ممكن نطلع جايد كنترول شيفت ار بطلع الجايد اهو عشان اشوف الايه نفس المسافه بالظبط. طيب وهنيجي بعد خمسه كده، خمسه عند عشره المفروض بقى عند خمسه تبتدي الموجه تبان، يعني مثلا تطلع من هنا مثلا اف 6 هتكبر الموجه شويه كده بالترانسفورم تولز. نعملها الت وكبر الموجه كده ايه شويه، وبعدين هعمل في النص ايه شيب توين. بس قبل ما اعمل الشيب توين هعمل حركه جميله قوي، هاجي هنا في الاول اقول له ان الاوباستي بتاعت الشكل ده عايز يعني هي الاوباستي كده هخليها ايه زي ما هي 100%، وهنا الاوباستي او الالفا تكون كام؟ تكون صفر. تمام، فالشكل هيختفي معايا. مجرد انا بعمل بقى من هنا شيب توين يبتدي الشكل يطلع منه ايه الاوباستي بالمنظر ده. تعال نشوفها، مش حبان طبعا هنا بقى حبان في البلاير كنترول انتر، هيبتدي اول ما الكره تخبط في الارض يبتدي ايه يبان معايا الشكل ده. طبعا هو التصادم عايز ينزل لتحت شويه، او ممكن امسك انا الموفي كليب اطلعه لفوق كنترول انتر. تمام، حصل التصادم فبدني اداني التصادم الاولاني وهكذا. انا محتاج اكرر الويف ده عشان خاطر احطه عند فريم 10 صح؟ ما ينفعش هنا بقى اكسر اللايرز، فهكرر اللايرز دي ان انا هاخد كوبي، هاخد كوبي من الفريمز واعمل نيو لاير وحاجه عند 10 وهعمل اف 7 عشان اثبت الكي فريم بتاعي، وبعدين هقول له بيست للكي فريمز. اداني الايه التحريك الاولاني، هعمل شيفت اف 5 كده لغايه لما ايه ارجع تاني بس اسحب الايه اللايرز دي، واجي من هنا انا مش محتاج كل ده شيفت اف 5. يبقى كده عندي موجتين، ادي موجه وموجه تاني. تعال نشوف هيحصل فيهم ايه. كليك، ادي موجه. الموجه التانيه المفروض تحصل مش عند 10، الموجه التانيه المفروض تحصل عند 15، فهعمل اف 5 ازقها لغايه 15. دلوقتي 16، يبقى هعمل هنا شيفت اف 5 كده عند 15 حصلت الموجه الثانيه. تعال نعمل كده كنترول انتر. ادي اول موجه، ثاني موجه، وهكذا. يبقى لو قعدت اكرر بقى في اللايرز دي يبقى اقول له بقى نيو لاير، يعني اخد ده كده كوبي كوبي فريمز واعمل نيو لاير، واجي من هنا واعمل اف 6 او اف 7 مش هتفرق كده كده هيبقى فيها كيو فريم فاضي، واعمل بيست الفريمز وببتدي اسحب الزياده دول كده مش عايزهم بشيفت اف 5، وببتدي اسحب برضو الزياده دي كده بشيفت اف 5 واعمل كنترول انتر. ادي الحركه الثانيه الثالثه وهكذا. تمام، طيب لو نفترض مثلا احنا عايزين الإضاءة تتغير على الشكل ده وهو طالع وهو نازل، مثلا عايزين شكل الإضاءة تتوزع الديستريبيوشن بتاعها يبقى مختلف، يبقى هخش جواه وهو طالع كانت الإضاءة، هنستخدم الأداة اللي بتحرك الجريدينت، الأداة الظريفة أوي دي اللي بتحرك الإيه الجريدينت. هعمل كده كنترول بلس وأشوف الإيه الجريدينت عندي، وأنا واقف هنا كده هحط الجريدينت، هستخدم الأداة على الشكل. طبعا لازم اخش جوه لان الشكل كده مقفول، مش هقدر امسك الجريدينت غير لما اوصل لغايه الاصل اللي هو الايه الشيب. تمام، فهخش جوه. تمام، انا كده في الشيب كده هقدر امسك الجريدينت اهو، اشتغل معايا الايه التوز بتاعت الجريدينت. حاجه عند اف 5 حاجه هنا بس في الاول، الجريدينت ده مكانه هخليه كده فاكن الاضاءه جايه على الكوره من فوق على ال او مخليها كده مثلا اكن الاضاءه جايه من النص من هنا، وهعمل اف 5 سوري هعمل اف 6
وهخلي الإضاءة هي مفروض الإضاءة تبقى جاية كده عند أول كي فريم لكنها جاية من تحت. همسك التولز دي، هخلي الإضاءة جاية من تحت كده تمام، وبعدين من هنا هتبقى الإضاءة جاية من النص أهي، باينة أوي جاية من النص، يعني إن هي كرة بتنزل تمام. وبعدين هسيب دي كده مش سايبها، هقول له شيب توين، يعمل لي شيب توين. يبقى أنا عملت شيب توين جوه السيمبل اللي هو جواه أساسا إيه؟ موشن توين. طب لو عملنا كده طلعنا بقى بره خالص وعملت كنترول انتر عشان اشوف ايه اللي حصل، هنلاقي الكره وهي بتنزل شكل الاضاءه بيتغير على كأن اللمب هنا ثابته في منطقه النص دي كده، والكره عماله ايه تبص على اللمبه فالظل بيختلف عليها. بس تحس ان الالجوريزم مش طبيعي شويه. ما عشان انا عملته بس بسرعه، احنا لو اهتمينا شويه بالموضوع ده ممكن نعمل الكي فريمات دي بدقه اكتر من كده فيدينا الجريدينت بشكل طبيعي، وهي نازله الاضاءه بتتحرك عليها. تظبط اوبشن بيظبط الدقه بتاعت الالجوريزم؟ لا، هو كل اللي انا بقدر اعمله ان انا اخش هنا جوه دبل كليك كده، اخش جوه، اخش كمان، كل اللي انا اقدر اعمله ان انا اظبط مكان الكي فريمز دي، اظبط مكانها فين بالنسبه للتحريك. يعني هي المفروض في الاول تبقى اللمبه تحت، وبعدين بعد شويه المفروض تبقى اللمبه مثلا في النص هنا كده مثلا، وبعد شويه عند اف 6 هعمل اف 6 على الكيبورد، يبقى الجريدينت ده امسك بقى سوري اداه الجريدينت، يبقى الجريدينت ده فوق، وبعد كده اعمل ما بينهم ايه شيب توين، امسكهم كلهم كده واقول له شيب توين، يعمل لي الايه شيب توين على الايه على كل الكي فريمات دي طبعا، وهنا شيب توين. لا بس سيلكت كده عشان نلمهم كلهم مع بعض. ممكن عشان تاخدهم كلهم مع بعض فتعمل كده. طبعا ظبطتهم بطريقه ادق شويه وعملت كنترول انتر، هتلاقي فعلا الاضاءه بقت متظبطه اكتر، ان هي ايه طالعه لفوق وايه والكم تاني تحت. طبعا المفروض كمان توصل الجريدينت للايه، يعني لو دخلت كده دبل كليك عشان اللوب، بس دبل كليك دبل كليك كمان دخلت جوه الشيب توين، المفروض اول كي فريم ده يبقى شبه اخر كي فريم عشان ما يحصلش الايه ان هو يبقى مختلف كده قوي تمام. فممكن ان انا اعمل من هنا اف 6 واخد كوبي من ده، كوبي من الفريمز ده واحطه فين في الاخر هنا كده بيست. كلام جميل. يبقى انا كده ايه ظبطت بقى اول كي فريم واخر كي فريم، مش هيبان معايا بقى الايه كنترول انتر كده، مش هيبان معايا النطر كانت بتحصل في الجريدينت دي. بص بقى الجريدينت ايه سموث قوي تمام، وتظبط معايا البروجكت ده. كان طبعا البروجكت التاني عندنا في ال على الموشن توين والشيب توين والسيمبل من نوع جرافيك والسيمبل من نوع موفي كليب.